وصلنا نحن وانتم لزاويتنا الحواريه الرابعه اللي خصصناها عن العيد بنكهه اخرى، العيد بنكهه البطوله، بنكهه رفع علم سوريا بالمحافل الدوليه، بنكهه اخذ هذه الذكريات الجميله اللي بيحملها ابناء سوريا الى كل العالم من خلال هيدي البيئه اللي هن عايشين فيها. اليوم ضيفنا هو البطل العالمي للملاكمه احمد غصون، اللي كان له تجربه كثير رائعه، رفع علم سوريا بالمحافل الدولية مثل ما بنعرف كلياتنا، ولكن كان له أيضا احتفاليات بالعيد وذكريات كتير جميلة لنحكي أكثر فيها. بنسعدنا أن نرحب فيكم، إلا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، إن شاء الله بنعاد على سوريا وعقائد سوريا وجيش سوريا بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله بتنزل هالغيمة عن سوريا إن شاء الله بأقرب وقت يا رب. إن شاء الله يا رب. كمان بدنا نبارك له للكابتن أحمد زواجك اللي ما صار له زمان، ان شاء الله الف مبروك. هي اكبر جوله، هي هلا فات الجوله الحقيقيه، هلا هون الحلبه، كنا قاضي هون الحلبه تمام. هلا رح نحكي عن العيد وذكريات العيد، ونحن بنعرف انت من بيئه يعني محافظه جدا بطقوسها بعاداتها وبتقاليدها كابتن احمد. هلا نحن بالعيد يعني اهم شيء انه ما بنقطع التمرين، هذا هي اساس الوالد، لانه صحيح. عيد ما عيد بدك تتدرب صحيح. طبعا هلا نحن من الصباحي تمرين صباحي كل يوم اجباري بالعيد، بعدها بنتفرغ للعيد مع العائله مع المقربين وقرايبنا، بس يعني هذا الشيء ما لازم يبعدنا، لانه في عندنا استحقاقات قادمه. هلا مثل عندنا بطوله العالم بتايلند الشهر السادس، هي مؤهل للاولمبياد باريس اللي طيب. اهم محطه لنا هلا. ايمت رح تكون؟ بتايلند ب 15/6 ان شاء الله. 15 الشهر اللي بحزيران. بحزيران ان شاء الله. هي هلا نحن عندنا سفره عم بيقولوا انه في معسكر تمرين بالاردن ب 22 الشهر الجاري هذا. بعدين نشوف ان شاء الله، يعني هو معسكر يعني بيختصر على 15 يوم. بس مو الفكره انه طلعنا على المعسكر، بس رجعنا المعسكر وين؟ بدي يتركونا بالضيعه مثل ما عملوا فينا بتونس. هلا نحن على تونس طلعونا الشهر الماضي، طلعونا 15 يوم، رجعونا لهون حطونا بالبيوت، ما طلعونا معسكر لا عشهم مثلا بمدينه الفيحاء ولا معسكر خارجي. يعني المعسكر كله راح هدر يعني. يعني لازم يطلعونا معسكر اكبر، فالشغلات بس هذا ما عم يمنعكم عن تحقيق الارقام القياسيه وعن الحصول على الميداليات اليوم، يعني انتم عم تخلوا للعيد عيدين، عم تخلوا الفرح فرحين. نحن انت مثل ما عم تحكي انه نحن مقاتل بروحنا مقاتل بهذا، بس كمان نحن بنطلع نحن خايفين انه متخوفين من انه كل العالم كل ابطال العالم رايحين عم يتدربوا، يعني هلا مثل عندك لازم تتاهبوا منيح ان شاء الله. نحن لعبتنا لعبه احتكاك، نحن يعني اذا ما طلعنا احتكينا مع كذا مدرسه عالميه ما فيك تطلع تقدمي المستوى اللي عندك. هلا مثل نحن هلا الدور الاسيوي عسكرنا هون باللاصقيه، ثلاث مختصر على ثلاث لاعبين كانوا معسكر، انا واخي علاء غصون والبطل محمد مليس، كنا معسكرين بالمدينه الرياضيه وطلعنا لعبنا بروحنا، جبنا الحمد لله ميداليه لسوريا بالدور الاسيويه. بس نحن في هلا بطوله عالم تأهيل أولمبي، يعني العالم كله عم تحضر من سنة يعني معسكرات كل دولة، كل 20 دولة مع بعض صحيح. عم بيلعبوا، فنحن تاركينه هون لحال ما بصير. ما يعني صح إنه في أزمة هلا على بلدنا، أزمة على الاتحاد الرياضي، بس لازم نحن كان ما في متابعة بهذا، ما في يعني عندك بسوريا أربع خمس لاعبين ما بيصير بس ما شاء الله عليك احمد، يعني بس تنوجد باي منافسه باي بطوله دائما يعني النظره العامه والتنبؤات دائما انه احمد راح يفوز بهيدا، يعني احنا ما عندنا تخوف، نحن ما عندنا تخوف. اللي صار بالمنافسه البطوله اللي صار بالصين، يعني شفنا ترقب العالم والعالم كانوا فعلا جازمين انه احمد غصون راح يرفع علم سوريا كان الامل تاهل للاولمبياد من هالدوره الاسيويه هي، بس اللي لاعب اللي قابلته بالاخير في بين وجه ضربه خاطئه تحت الحزام، هي ممنوعه، فالحكم غض نظر هذا اللاعب يشطب او يعطى انذار بيخسر جوله. بس الضربه اللي اكلته تحت الحزام اثرت عليه كثير، خلتني غير طريقة لعبي كلها، كنت عم لعبه بطريقة كتير مستفاد منها، يعني زاد تكنيكه وتخطيط. طبعا يعني كنت انا ملعبه بطريقة، هو كان من خطة المدربين انه هذا اللاعب باللعب كل لاعب له طريقة يعني بدك تلعب معه، فالمدربين شافوا اللاعب كيف عم بيلعب قال اعطوني طريقة العب فيها، هي طريقة الدانس. فانا وقت اكلت الضربه تحت ما عاد فيني كثير اثرت علي الضربه اللي هلا هون الاسلوب وقت اللي بتغير احمد قد ايه بيفرق؟
هي مع اللاعب هداك اللاعب مثل بيقولوا بالعامية خبيث على الضربة على الضربة اللي وجهها يعني خلاني انه غير طريقة لعبي لو لهيك كان خسر انا صراحة بس انا اللي اثرت عليه كثير على جسمي كله ما عاد يعني ما لازم توازن يعني ما عاد لازم كفي المباراة انا كنت بس مع انه هيك كفيتها رغم هيك كفيتها بس وخسرنا الحمد لله يعني يعني بعد كانوا كنت لاعب لعبتين قويات وكانت هي الثالثه كانت دور النصف النهائي وقتها صحيح الحمد لله يعني وطلعنا انه طلعنا خسرانين لا الوحيده للسوبر ميداليه صحيح صحيح يعطيكم الف عافيه ان شاء الله الف مبروك يا احمد الله يبارك بعمرك يا رب بدنا نرجع لجو العيد وفرح العيد ويعني انت من منطقه مثل ما حكيت ريم انه هيك بتحب العيد بتحب اجواء العيد طبعا شو بتستذكر من العيد قبل ما تفوت هيك جو الملاكمه واللي كان العيد عندك ملاكمه هيك تستنى ليجتمع اولاد الحاره وتبلش هاي العيد لا هل العيد نحن عندنا كل يوم كل يوم الصبح قتل المساء قتل بوكس كله بوكس يعني لا عن جد دائما هاي الاجواء هيك كيف تستذكرها هلا هل يعني متزوج جديد اكيد طبعا المدام بتكون هيك الى طقس معين اول عيد بدنا نكون سوا ان شاء الله يعني وبدنا نطلع مشاور يعني وعده يعني انا هلا وعده مشوار على كفرون يعني على ضيعه جورج والسوف هلا يعني ايوه قالتها طلب يعني لا حضرت هلا في اخي سومر عمل عرسه كمان من 29/2 فكان عامل برومو تبعه بالضيعة هناك فطلعت هناك على المناظر كلها شلالات وطبيعه حلوه جذبتك لحتى تروح تشوفها حلوه كثير كثير رحت قلت له خلص اول مشوار بدنا نطلع انه انت انه بعيد هيك هيدي لارا اللي كنا عم نحكي فيها قد ايه مهم انه الصوره بتوثق كثير من المناطق الجميله نحن ممكن ما بنعرفها يعني انت من خلال صوره ومن خلال برومو موجود تشجعت فعلا انك تروح وتقضي ايام العيد فهلا نحن والاهل بتعرفي على العيد هيك في مشوار عائلي يعني كنا رح نطلع لكفرون يعني ما راح يختصر هالشيء على بس على كفرون على يعني راح نحن هيك سيستم معين هذا العيد يعني هو عباره عن ثلاث ايام يعني مثل بيقولوا في عالم انه صار العيد مثل اي يوم لا فيك انت تقرر هالشيء بذاتك فيك تطلع فيك تغير جو يعني العيد حلو اسمه عيد يعني لازم ننبسط فيه احمد ثاقبت وانت بخارج سوريا يعني شفت طقوس عيد بدول ثانيه مرة واحدة صدفة كنت أنا وأخي علاء والوالد كنا بروسيا هي من 2022 كمان كان العيد هناك بس أجواء هناك ما أجواء مختلفة مختلفة طبعا هناك كله رأى أنه ما بيتصرفوا بعفوية مثل عنا نحن كله بعفوية بنروح بننبسط كنا ما هناك كله جديين ما في شيء اسمه عيد عندهم يعني مثل مع أنه أجواء روسيا حلوة كنا محل ما كنا كازان اسمها منطقة حلوة كتير كتير بس شعبها كتير جدي هوني مانو طبيعته مرح مثلنا نحن مختلفة يعني حبيت ولا ما حبيت لا لا هوني كأجواء حبيت كمان كمنطقة حبيت ولكن هي منطقة ترتستان كازان معروفة بروسيا أحلى منطقة المدينة الحمراء هونيك كلها موجودة فيها بس كشعب كتير جدي كتير جدي حلو هلا كل ما نساله سؤال لاحمد انا عرس اخوي كان ابوي كنا سوا هي العلاقه الاسريه الجميله هيدا الرابط اللي دائما هو بجوز بيعطي عيد لكل لحظه اذا بدنا نحكي نحن وبعدنا عن جو العيد هو بيعطي عيد بكل لحظه نحكي هنا عن هاي العلاقه الاسريه قد ايه حلوه طبعا نحن انا من عائله رياضيه بتعرف رياضية يعني الوالد كيف. الوالد مدرب ونحن سته اخوه ملاكمين نشأنا مع بعض وهيك وهلا ابونا صار مدربنا الاول بسوريا نوجه له تحيه للكابتن حسين غصون وطبعا هلا استلم كمان سومر اخي ومحمد اخي كمان صاروا مدربين منتخب سوريا حلو. ومدربين دوليين كمان حلو. فهلا اي سفره انه بتعرف هلا صار لاعب بده يكون معه مدربه اللي بفهم عليه اما هلا مثلا يعني بيجي لاعب مدرب مثلا بدي يطلع مع لاعب مو لعبه ما راح يفهم عليه مثل مدربه او هذا وطبعا انا والدي المدرب يعني اجباري بدنا نطلع سوا فهالشيء نحن بيعطينا قوه بيعطينا اصرار يعني الوالد بيعرف انه مثلا قبل ما اطلع الحلقه شو بدي بيقدم لي مي بشكير معنويه كله نفسيه كله بيعطيني قدامك قوه في انه هو مو بس المدرب هو اب كمان كثير يعني هون قد ايه بتكون القوه طبعا الوالد بيكون متلبك اكثر منا خايف يلا تمام وضعك احمر تمام يا بابا خلص طول بالك بس طول بالك ايوه هالشيء بيعطي تلبك كمان للاعب هالشيء بس لا كثير بيعطينا قوه ودافع للبطوله وقت اللي بيكون حدك هيك واقف مثلا مثل اخر بطوله واقف بابا واخي محمد حدي تيناتهم يعني شيء خلص طالع مسألة عن حدا عزك
عزف. هون بنحكي دائما على اهميه العلاقه بين المدرب وبين المتدرب. الحمد لله. هلا اول بطوله الدوري العربيه صارت بالجزائر، كان معي سومر محمد سومر وبابا، وهالدورة اسويه محمد وسومر، يعني كل سفره حلوه انه كنا معك حدا من اخواتك. هلا انا وعلاء مرافقين السفر بعض من 2015 حلو. لا من وقت الفتح الرجال يعني لحقنا بعض، صرنا نسافر مع بعض من 2015 للعامنا الحالي. الله يخليكم لبعض يا كابتن احمد، نورتنا اليوم بصباحاتنا، وان شاء الله هيك قادم الايام تكون حامله لكم ببطولاتكم بتايلاند، وهيك مثل ما عودتونا على هيدا الاصرار، على هيدي الاراده انه فعلا راح ينرفع العلم السوري بالمحافل الدوليه الرياضيه، هذا دائما املنا فيكم. نورتنا احمد، شو هيك بكلمه اخيره حابه؟ ان شاء الله بنعاد على الجميع بالصحه والسلامه اهم شيء، وان شاء الله هيك بنعدكم بنتائج قادمه ان شاء الله. بس انتم ضلوا دعونا كل ما ذكرتونا ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير لكم، شكرا لكم. صباحك يسعد صباحك. كل عام وانت بخير، واكيد اكيد اكيد ان شاء الله علم سوريا بجهودكم مرفوع بالمحافل الدوليه كلياتها. شكرا كثير لك.